هاي في هذا الفيديو نقول هاي جيرلز، لان هذا الفيديو جبت فيه واحد الفرصه باقا بنكتها اللي غتستافدوا منها بزاف. شنو كتعرفوا عليا؟ انا كنجيب لكم غير المنح الواعرين وديال فابور. المنحه ديال اليوم حتى هي منحه غتخليكم تمشيو عاوتاني الميريكان، غتخلص عليكم كلشي دو ا زد، يعني فريمون ما تخلصوا حتى حاجه من جيبكم، خلص عليكم الطياره والسكن والقرايه والماكله والفيزا ولاسيغونس وكلشي، بيسيكلي كلشي غتهلا فيكم. باش تمشيو تقراو تشاركوا المعارف ديالكم وتجيو المغرب تنشروا المعارف ديالكم اللي قريتو. صافي باختصار، كما كتعرفوا كنت شاركت معكم في المنحه اللي فاتت برنامج ياس بروغرام، واللي هذا مخصص للناس التلاميذ اللي كيقراو في السينكيم ولا في السيزيام. ومن حتى هذيك الفيديو بزاف ديال الناس كيقولوا لي واش ما كايناش شي حاجه للناس اللي ديجا خداو الباك ولا اللي كيقراو في الجامعه، وانا اليوم جبت لكم شي حاجه لهاد الناس اللي ديجا خداو الباك وكيقراو في الجامعه. سو قبل ما نبداو خليو جيم وخليو لي كومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو، لان فريمون كما كنقول لكم راه الهدف ديالي هو ان المعلومه توصل والفرصه توصل باش اي واحد يكون عارفه واي واحد يقدر يدفع ليها واي واحد يقدر يستفاد منها. كل ما لقيت تشجيع وكل ما لقيت تفاعل راه غادي نزيد نشارك معكم بزاف ديال الفرص اخرين اللي بزاف الناس ما كيكونوش عارفينهم. سو شويه تشجيع الله يخليكم. غادي نهضر لكم على الفرصه ديال اليوم. الفرصه ديال اليوم سميتها سوزي فور يونغ وومن ليدرز. سوزي كتعني study of the US institutes for young women leaders. كيف كتشوفوا في السميه كاينه واحد ويمن، يعني هاد لو بروغرام الدراري كنعتذر، هاد البروغرام خاص غير بالنساء، ولكن الدراري دابا اللي وصلوا لهاد النقطه يقولوا لا صافي غادي نحبس، ما عندي ما ندير بهذا البرنامج، ما عندي ما ندير بهذا الفرصه ما كتهمنيش. كنظن راه غادي تكون عندك شي اختك ولا شي بنت خالتك ولا شي صديقه ديالك اولا شي بنت، المهم شي مراه في المحيط ديالك اللي تقدر حتى هي تستافد من هذه المنحه. سو حاول تعرف على هذه المنحه وانشر المعلومه، انا كنشر معكم وانتم تكملوا انتم لا ميسيون ديال نشر المعلومه. يلا نعود عليكم الدراري. هاد سوزي كتعطيكم منحه باش تمشيو تقراو 5 ديال السيمانات، يعني تقريبا واحد شهر شهر ونص في امريكا في جامعه في امريكا، والجامعه اللي كتمشيو تقراو فيها هي جامعه كانزاس، كانزاس يونيفرسيتي. والموضوع ديال هذاك الشيء اللي غتكونوا كتقراو عليه هذا العام هو بابليك بوليسي اولا السياسه العامه، يعني الناس اللي عندهم اهتمام بهذا المجال. في هذيك 5 سيمانات غيكونوا عندكم ديكور، غيكونوا عندكم مناقشات، غيكونوا عندكم ورشات كلها متعلقه بهذا الموضوع ديال بابليك بوليسي. وبما ان هذا البروغرام مخصص اولا موجه للنساء فقط، غادي يكونوا حتى مواضيع متعلقه بالنساء، بالعنف ضد النساء، اللجوء الى الفرص، تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ليدرشيب وومنز ليدرشيب، يعني القياده النسويه، المشاكل الصحيه اللي كيعانيو منها النساء، وغتهضروا على حتى كيفاش يقدروا النساء يكونوا يعني صانعات تغيير ويساهموا في خلق الامن والاستقرار العالمي. بحال هادو هما جوج العناصر الاساسيه ديال هذاك الشيء اللي غتكونوا كتقراو وكتناقشوا فيه. بابليك بوليسي، بابليك بوليسي غادي تعرفوا اكثر على الدور ديال الحكومات ولا ديال المجتمع المدني في اعداد سياسات اللي تقدر تحسن بها من التعليم او المجال ديال الصحه او تنقص بها من الفوارق الاجتماعيه وتقلل من المشاكل الاقتصاديه الى اخره. التوبكس اللي متعلقه بالنساء كيف ما قلت لكم العنف الصحه ليدرشيب ايكواليتي الى اخره. سو فريمون 5 سيمانات عامره معلومات، وغيكونوا عندكم حتى مجموعه من الانشطه ومجموعه من الخرجات الثقافيه، وغتمشيو تشوفوا يعني بزاف ديال الاماكن. يعني في هذيك 5 سيمانات راه ماشي غير كتمشيو للقسم وكترجعوا، يعني هاد 5 سيمانات لو كونتينيو غيكون فريمون متنوع، وحتى كيفاش هذاك لو كونتينيو غادي يتعطى وكيفاش غيتقرا طريقه مختلفه، يعني ماشي ديك الكلاسيكال واي ديال التلميذ واستاذ، لا غيكون مور انجيجين وغتكون فيه انتراكشن بزاف وفيه الاستفاده بزاف. سو شكون اللي يقدر يستافد من هذا البرنامج؟ دابا نقول لكم شنو هما الشروط وكيفاش حتى نتوما تقدروا تستافدوا من هذه المنحه وتمشيو تلاقاو مع نساء قائدات وصانعات للتغيير. الا كنتي كتقرا في العام الاول ديالك ولا الثاني او الثالث في الدراسات العليا، يعني من بعد الباك، هذه سهله باينه. الثانيه واللي هي اهم حاجه هو انكم تكونوا ليدرز في الكوميونيتي ديالكم او في المحيط ديالكم، يعني تكونوا قائدات في المحيط ديالكم. من تنقول قائدات راه ماشي تكوني رئيسه البرنامج، مي قائده تقدري تكوني بريزيدونت ديال واحد لو كلوب في الجامعه ديالك، ولا تقدري تكوني غير كتمانجي واحد ليكيب ديال الناس في واحد في داخل واحد لو كلوب في الجامعه ديالك، ولا تقدري تكوني كتطوعي مع واحد الجمعيه في المدينه ديالك مثلا، وكل مره كتخدمي معاهم على دي بروجي مختلفين. المهم كاينين بزاف ديال لي سيتوياسيون اللي تقدري تكوني ديمونستريتي بينتي فيها المهارات القياديه ديالك. دونك هما بغاو هاد النوع ديال الناس.
الناس كي ياخذوا ادوار قياديه كيحاولوا يخلقوا واحد التغيير كيحاولوا انسبيرو الناس اللي دارين بهم. هادو هما الناس اللي هما باغيين يستثمروا فيهم يمشي يوديهم ميريكان يزيدوا يعمروا راسهم يطوروا من نفسهم باش ملي يجيو المغرب عاوتاني يعاودوا يشاركوا هذاك الشيء كامل اللي تعلموا في ميريكان مع دوك الناس اللي هما اللي كانوا ديجا خدامين معاهم وتيعاونوهم. علاش نقول لكم بانه راه القرايه بوحدها غير كافيه، وانما خاص القرايه الى جانبها شنو كدير من غير القرايه. راه من بعد كلكم غتخرجوا بنفس الدبلوم، ولكن اللي غادي الفرق بينك انت واحد اخر ولا انت وحده اخرى وشنو كنتو كديروا من غير القرايه. حتى دابا سي با تخوطا، غير كنتو يعني غا كتقراو 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 شوفوا كيفاش تقدروا تستثمروا في حوايج اخرين الى جانب القرايه. ما كنقولش القرايه غير مهمه، مهمه، ولكن الى جانبها حوايج اخرين. هادو هما الشرطين الرئيسيين، عاد كاينه شروط اخرى نقولهم لكم. اول وحده هي انك تكوني امراه، فتاه، بنت، ما انثى. كما قلت لكم البرنامج هذا مخصص للنساء، it's for young women leaders. كورس كونوا كتكلموا بالانجليزيه مزيان، لانك غادي تمشي تقرا في امريكان، امريكان تهضروش بالعربيه، تهضروا بالانجليزيه، لذلك خاصك الانجليزيه. يكون العمر ديالك ما بين 18 و 25 عام، يعني تكون ما بين العام الاول والثالث في الجامعه، وفي نفس الوقت ماشي في الجامعه يعني في الدراسات العليا، وفي نفس الوقت السن ديالك ما بين 18 و 25 عام. يكون باقي ليكم سمسخ في القرايه في الاندرغراد ديالكم. اندرغراد هي بحال قلتوا الباشلر، هي الاجازه، فهمتي؟ يعني يكون باقي لكم سمسخ قبل ما تاخذوا الاجازه ديالكم باش تقدروا تدفعوا. الناس اللي ديجا خداو الاجازه راه ما يقدروش يدفعوا لهذا البرنامج. بيان سيغ تكونوا كتقراو مزيان، لانكم الا كنتو هنا كتقراو مزيان عاوتاني راه انتو غادي تقراو مزيان، لانهم بغاو الناس اللي يمثلوا اكال المغرب احسن تمثيل. سو خاص يكون عندكم دي نوت مزيانين، وحيت باغمي لي دوكيمون اللي غيطلبوا منكم هو لي ليتر دو ريكومونداسيون، دونك حتى دوك لي بروف راه خصهم يقولوا عليكم حوايج زوينين، يعني في دوك لي ليتر دو ريكومونداسيون غادي ياخذوا واحد الفكره عليكم. غتمشيو عند شي استاذ ولا شي استاذه اللي كيعرفكم مزيان، وغتقولوا لهم فوالا هو لو بروغرام اللي بغيت نشارك فيه، علاش كيقلبوا، ونتايا البقيه ديالك صافي. هادو هما الشروط الرئيسيه اللي خاصكم باش تدفعوا لهذا البرنامج. الناس اللي كيتقبلوا راه كيمشيو راه كيمشيو في الصيف، يعني ما تحتاج انك تخلي القرايه ديالك وتمشي، لا راه يعني حتى للصيف جوان ديال 2023 عاد غادي تمشيو دوزو هاد 5 سيمانات في امريكان، وباقي عندكم الوقت باش تسجلوا. راه اخر اجل حتى لديسمبر، حتى ل 11 ديسمبر. دابا اكتوبر نوفمبر عندكم شهرين، شهرين وصرف باش تدفعوا. سو بليز خذوا وقتكم في التعمار ديال هذاك الابليكيشن، الابليكيشن فورم غياخذ لكم شويه الوقت. اوف كورس راه فهمتي ما غاديش يقول لك شنو سميتك والسن ديالك ومنين انت وصافي، وغادي يقبلوك بيس اون ذات. غادي تجاوبوا على بعض الاسئله، خذوا وقتكم في الجواب عليهم، وخذوا لي ليتر دو ريكومونداسيون ديالكم، وثقوا في راسكم والله يوفقكم. انا غنخلي لكم الرابط ديال هذا البرنامج في صندوق الوصف، سو تما دخلوا ودفعوا. اذا عندكم شي اسئله خليهم لي في لي كومونتير، ولا استفدتوا من الفيديو خليو جيم او تعليق، وشاركوه مع اي امراه او فتاة اللي تقدر حتى هي تستفاد من هذا البرنامج. ما تبخلوش عليهم كيف ما انا ما بخلتش عليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.